Depo on the beat. حيو الشباب، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم معاذ وعستيكو، رجعت لكم بحلقة تانية من لعبة كار ميكانيك سيميليتر. اليوم عنا سيارة سكايلاند، نيسان سكايلاند القديمة شوي، تبع الفاست فريوس إذا عرفتوها، هي اللونة الزرقاء. اليوم عنا ترتيب هاي السيارة، فخلينا نروح عند الجانك يارد أو التشطيح مشان نروح نجيبها ونشتريها. اشتريها هيك مكسرة وما فيها شيء، بعدين بنصلحها نساويها 100% مثل سوينا بالبي ام بالحلقة الأولى. اللي ما شاف الحلقة راح احطها بالرابط أو بالاي اللي فوق. فيلا خلينا نروح عند الجانك يارد وإن شاء الله الاقيها بسرعة. اوكي يا شباب، جيت لعند التشليح، إن شاء الله الاقيها لأنه الساعة عم دور، الساعة عم فوت واطلع على التشليح مشان يعمل ريلود للتشليح ويحط سيارات جديدة. فإذا لقيتها بنثبت على هذا الكلام والتصوير. أيوة، ليك 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 ليك. أوكي أوكي، طلع طلع لك بني آدم. أيوة هي هي، ممتاز. أخيرا أخيرا اللي ساعة بطلع وفوت بس مشان لاقيها. يلا يلا خلينا نشتري. يلا بسم الله، يلا نشتريها. حقها قديش؟ حقها 6800. أوكي يلا نشتريها على الجراج. معلم مدي على الجراج. يلا خلينا نروح عند الجراج مشان نبلش نركبها. يلا بسم الله. اوكي يا شباب، يلا جبت السيارة. يلا خلينا نفوتها لجوا. اول شي خلينا نروح نغسلها. اول شي يلا نعمل لها واش، كار واش. اول شي لازم نغسلها مشان نشيل الوسخ والدنيا هي كلها عنا. اغسل يا معلم. شو لونها؟ لونها زرقاء. اوش زرقاء كمان، لونها حلو. كمان نغسلها من جوا. اوكي يلا بعدين نروح نوديها على الليفتر عند الليفت 1 ليفت اي. اوكي ارفعها. يلا خلينا نشيل الاغراض الخارجية. اوكي يا شباب، فكيت الاغراض كلها بس بيان هاد شيله. اوكي تمام، فكيت الاغراض الخارجيه كلها. يلا خلينا نفك كمان المحرك، نشيل المحرك كله. اوكي تقريبا خلصت الماكينة بس بقيان البلوك. بس خلينا نشيل هذا الصدي، والله نسيت شيله. والله نشيل الصدي بس. ايوه اوكي 100% هذا هو الحكي. تمام رجع. يلا نشيل البلوك. اوكي هي خلصنا الماكينة. خلينا نشيل السسبنشن هلا. يلا مسووه هون في اير بيس، شيله. هذا الفيوزات كمان شيله.
اوكي يا شباب، خلصت السيارة كلها من السسبنشن والمكينة، بس بدي يعني شيل شو اسمه، لا شيل الكراسي الداخلية، بس شيل الكيدون ولا ما بينشال؟ ما بينشال. لا طيب اوكي، خلينا نروح نشوف شو اسمه الماكينة مشان نشتري الاغراضة. اوكي يا شباب، اشتريت تقريبا كل الاغراض. وينهم؟ لا مو هون. اشتريت كل الاغراض واشتريت كم قطعة رياضية، مثل البساتين، مثل الكفر، مثل البواجي، كمان الجير بوكس، كمان اشتريت له قطعة رياضية وفلتر البنزين كمان رياضي. فهلا بنشوف شلون بصير الاداء. كمان هذا الدينامو الرياضي، فكم شغلة رياضية، فخلينا نبلش نركبون. يلا بسم الله. نسيت نشتري هذا البخاخات، جيبوا لنا رياضيين كمان. تعال نشوفون في رياضي ولا ما في رياضي. نفوت على هذا القسم، نعمل هيك. ايوه موجود رياضي، يا سلام، جيب لي 6 حبات. اوكي يلا ركبون. اوكي يا شباب، خلصت الماكينة، تقريبا ركبت اغلب الاشياء رياضية، مثل السوبر تشارج والثروتل والبواجي والجير والبخاخات، يعني في شغلات رياضية صارت. فهلا شو بنساوي؟ بنترك الماكينة على جنب مشان نروح نشوف السسبنشن تبع السيارة مشان نركبه. يلا اوكي بسم الله، خلينا نبلش بتركيب السسبنشن. يلا
اوكي يا شباب، خلصت ال السسبنشن. بس بيان هيك كم شغلة صغيرة مثل تبع البنزين، مثل هاد وبدل الاكزوست. هدول يلا هلا بنساويهم، ما في مشكلة. يلا بأرضه بأرضه بنساوي بأرضه. ها اشتريهم يا معلم. اوكي يا شباب يلا خلينا نركب الماكينة بقى. يلا يلا خلينا نجيب الماكينة. اول شي لا، لازم نجيب الحامل لل شو اسمه الكرين تبع الماكينة، نحطه عند السيارة. بعدين بنجيب الماكينة كلها، نعمل تيك اوف ونروح لعند هاي، نعمل لها انستول. اوكي تمام، هي نزلت الماكينة على السيارة. هذا رجع محله، ارفع السيارة عشان بدي اركب الجير. ما ركبت الجير والله، جير بوكس رياضي كمان. جيب الرياضي يا معلم. اوكي في ستارتر، ما اشترينا ستارتر. اشتري لي واحد اشوف. اوكي ركبت العادي، ما في رياضي. تمام اوكي خلاص تمام. طيب يا شباب خلصت هون البطارية خزان المي وخزان الزيت وكل شيء، يعني تقريبا خلصت هون. بس بقي انا الريداتير، خلينا نجيب الريداتير. خلينا نجيب واحد معناته. يلا اوكي يلا خلصنا. بس بقي هلا نساوي المساعدات والدواليب. خلينا نفك المساعدات بس عشان نجيب متلون كل المساعدات. اوكي يلا خلينا ندمج الجداد. اوكي هات تاني. اوكي يلا خلينا نركبون، بعدين ننتقل مشان نركب نساوي الدواليب. اوكي هي خلصت كل شيء. بس يعني الدواليب، خلينا نشوف الدواليب وين الفك. هاي نفك الدواليب اللي موجود معنا، نشوف قديش حجمون وقديش مدري وش هو عشان نجيب نفسه. اوكي حجمه 18 وهذا 35 ار و 265. اوكي خلينا نروح نشوف. بس لازم نروح نشوف عند الدواليب هون، نعمل هيك ونعمل هيك. اوكي بعدين بنحط هون 265 مظبوط. حط هون 18 هون 265 هون 35. بعدين بنجيب 4 حبات. اوكي بعدين بنروح عند جنوط الجنط تبعنا، هاد 18 الحجم تبعه.
جيب أربعة. أوكي تمام. بعدين بلاش نركبون. يلا خلصت الدواليب، يلا هنركبون. يلا بسم الله ابدأ. تمام، هاي خلصت الدواليب. شو بقى يا معلم؟ خلينا نشوف بس ال 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 شو اسمه هذا الاكزوست. اكزوست لانه شكله في مشكله بالمود، عشان هيك شكله ما راح اقدر اركب الاكزوست كله، ناقص شكله مو موجود. فخليني مثلا ندور عليه، نعمل هون اكس وهون اكس، نشوف شلون ندور عليه. طالع لي هون شو اسمه نيسان، علامه نيسان، فيمكن هاد. خليني نجرب نشوف، ما انا خسرانين شيء. وهاد كمان هاد، وهذا كمان هاد، وهذا كأنه بيشبهه شوي. هذا نيسان كمان مكتوب عليها. تعال نجرب، ما أنا خسراني شي. والله يا شباب هذا مو موجود شكله، في شي غلط بالمود معناته. بس دول اثنين، هل هالحبتين بس. حتى في شيء اسمه درايفنج ويل، ما شو اسمه درايف شافت، مو موجود كمان. خلينا نشوف، حتى مو موجود هذا، لا شكله مو موجود كمان. خلاص مو مهم، مو مهم، المهم هيك انه شغال السيارة ان شاء الله. يلا طيب، هلا صار دور نركب القطع الخارجية والداخلية. اول شيء لازم نركب الداخلية، لانه الحلقة الماضية نسيت الداخلية كلها. فخلينا شو نسوي، نعمل هيك، نشتري الكراسي والدركسون. اوكي ركب الكراسي، وركب الدركسون. اوكي تمام، هاي خلصنا اول شغلة. نروح لعند البادي. البادي عنده شغلات خاصة من المود. وينه؟ نعمل تابلت، بعدين نطلع لهون، بعدين نجي لهون، بعدين نجي عند سكايل. اوكي في عندك اكثر من طبون امامي، في عندك كمان اكثر من ردافات جانبية وقزاز واضواء ومدري وشو وطبونات خلفية كمان. طيب يلا خلينا نبلش نركب القطع. بسم الله، اوه يا سلام، شلون موديلها من اول ما شو اسمه، من قبل ما ركب اي شيء طلع موديل حلو. يلا نركب الاول شيء. اوه ما اشترينا هاد، اوكي يلا نركب اول شيء المنوره. بنركب، ايوه نركب الاضواء. اوكي يا شباب، ايوه يا سلام، بلشت تطلع ملامح السيارة، او طلعت، مو ما بلشت طلعت. بس خلينا نشتري اول شيء السبويلر والمراية اليسارية، خلينا نشوف نشتريهم. بس لا لا لا، شيل هذا ما بدي اياه، اعطيني واحد ثاني. هذا ولا هذا، نجرب الاثنين لاشوف. هذا العادي، اي هذا يمكن اللي كان على الفيلم. خلينا نشوف الثاني. لا خليها، شو رايكم؟ لا اعطيني الصغير، القصير احلى.
لا احلى بكتير. هاد ايوه بس يا سلام. اوكي تقريبا السيارة خلصت، ما عاد فيها شي. بس بقينا نعبي لها زيت وما زيت ومدري شو، ونركب لها لوحة كمان، ما ركبت لها لوحة. نركب لوحة ونركب لوحة ورا كمان. اوكي تمام. السيارة تقود ايدي ايدي شوي، شلي هاد، خليني اركب واحد تاني اشوف في هاد. يا عبالي اركب هاد شو رايكم؟ يلا اوكي هاد هاد اوكي تمام. يلا شو رايكم خلينا نروح نشوفها. اول شي نبخها، بعدين نعبيلها. تعال نعبيلها هلا كل شي، نعبيلها شو اسمه الزيوت الناقصين، عبيلها يا معلم. طبعا هاي ركبنا، هاي عبيتها كل شي. يلا خلينا نروح ناخذها لعند الاختبار. او لا اول شي البخ، نبخ السيارة. روح يا معلم خلينا نبخها على لون الفيلم هيك، لانه فاقع زيادة. فخلينا نبخها. ايوه ليه اشوف ما فيني احرك. بلا فيني احرك. تقريبا هذا اللون قريب كتير. انا رايي خلص خليها هيك، شو رايكم؟ خليها هيك على هذا اللون. يلا بسم الله بخ يا معلم. ايوه اوكي تمام. يلا خلي يا سلام، شوف ما احلاها شلون صارت. خلينا دي عندي فكرة انا، خلينا نجرب بس من الفكرة. اذا ركبت هذا الاسود شلون بتعمل شكلها؟ هيك احلى، هيك احلى بكتير كمان، هيك احلى. انا حبيت هيك والله. اوكي هي خليها على هذا الوضع. طيب خلينا ناخذ السيارة على شو اسمه، على الاختبار. تيست باث. اوكي يلا بعدين بنروح لهون، نشغل هاد، نظبط الدواليب سيدا. اوكي تمام خلصنا من هون، نروح على الطرف الثاني. هاد عم يقول لي انجن كانت بي ستارتد، ليش ناقص شي بالماكينه يعني ولا شو؟ معلش خليني شيك، حط لي هي بس. ايوه يا الله نسيان الهي تبع الفيول ريل. ركبها اوكي. انا ما اظن هيك تمام. يلا خلينا نجرب. شباب عم يقول لي انه في هذا الميدل اكزوست بايب ناقص، مو مركب بالسيارة. فهي المشكلة، هي في مشكلة بالموت طلع، انه في شي ناقص ما نعرفان انه نجيبه، لانه مو موجود حتى بالتابلت هذا بالبيع، مو موجود. دورت عليه كتير ما لقيته ابدا. فهي مشكلة من الموت طلعت. طيب يا شباب انا اجيت لهون بس يعني عم ندور بهالجنك، بالجنك بركي يمكن حصل البايب والاكزوست هذا، ما لقيته والله، دورت وما لقيته. طيب يا شباب على العموم حاولنا نشغل السيارة ما اشتغلت، لانه ناقصة قطعة وما مو موجودة بالتابلت او باللعبة يعني. فمشكلة من المود. انا على الفكرة انا عندي، انا اساوي هاي السيارة اشتريتها، انا اساوي هاي اشتريت السيارة ليك اشتريتها هاي، وعدلتها قبل خلف الكواليس، اي من قبل البي ام هي، لانه كنت عم جرب المود يعني. فليك هاي هي شغاله، هي ليك هلا اورجيكم اياها، شغلكم اياها شغاله هون، ما في شيء 100%.
فالمشكلة من المود يا شباب، المشكلة من المود. هاي شغالة 100%، بس هاي لا، هاي لأنه ناقصة شيء. ليه شو مجرب نشغلها؟ والله اشتغلت والله. تمام، نمشي نروح ناخذها من الجولة. معناتها ها عمل لك ليك ناقص، عمل لك ناقص ال exhaust pipe. طفية، خلاص طفية. ما كملت الشغلة يعني، ما كملت. يا ريتي والله كملت، بس ما كملت معنا. يلا على العموم، هي اشتريتها انا شري من الصالون. وين هون الصالون هاد؟ ليكون هون اشتريت السيارة انا وبخيتها وركبت الجنوط الجديدة، مو جنوط جديدة، الطبونات الجديدة والجناح والشغلات هي. فبس، ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم يا شباب. اتمنى الحلقة عجبتكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم معاذ وعستيكو، والسلام عليكم.